المية مفيدة جدا، بترد اختموم الجسم ولا حرق الدهون. حتى الدكاترة بينصحوا يقول لك لازم نشرب. وافضل وضعية لشرب المية انك انت تشربها وانت قاعد مش وانت واقف، عشان تعرف تظبط معاك الدنيا. وفوائد المية بتطرد السموم وتحرق الدهون وتحافظ على المعدة والكلية وبس. واشتركوا وعملوا لايكات وتعليقات حلوة مع عيد درج وشكرا لكم.